معنا مشاهدينا الكرام، إذا بشأن تطورات المشهد في إيران، معنا هاتفيا من صيدا حسان القطب مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات. مرحبا بك سيد حسان. إذا التظاهرات بدأت بالاتساع في إيران، وكذلك المرشد الإيراني اعترف بوجود أزمة اقتصادية في البلاد، إلى أين تتجه هذه الاحتجاجات؟ المشهد الإيراني اليوم يذكرنا بالمشهد الإيراني عام 79، بنى الثورة الإيرانية ضد نظام شاه إيران السابق. الوضع الاقتصادي كان سببا مباشرا للانتفاضة الإيرانية في ذلك الحين. الشعب الإيراني انتفض على الفقر، انتفض على الظلم، وانتفض على الحكم المخابراتي الذي كانت تقوده فرقة استافاك المخابرات الإيرانية السابقة. الآن وجد الشعب الإيراني أنه أمام نظام مماثل ولكن بأسماء مختلفة وعناوين مختلفة. الشاه المطلق الصلاحية الذي كان يحكم إيران تحت شعار القومية الفارسية استبدل بالخامنئي، نظام ديني متفرد متسلط ويحكم إيران بقوة الحديد والنار. والسافاك استبدل بالحرس الثوري الإيراني الذي يهدد المواطنين ويتوعدهم بالخضوع والانصياع للقرارات التي يصدرها المرشد الأعلى. الوضع الاقتصادي يطال كافة شرائح المجتمع الإيراني من الأغنياء إلى الفقراء، والحالة التي يعيشها الشعب الإيراني الآن أمام الهدر والفساد الذي تمارسه الحكومة الإيرانية والسلطة الإيرانية لابد أن يدفعه للانتفاض، وهذا ما نشهده الآن. ولو عد بالذاكرة تلك الفترة لشاهدنا أن المشهد مماثل تماما. طيب، الاحتجاجات السابقة يعني قد جابها النظام الإيراني بالقمع واتهم دولا غربية بالتورط فيها، هل تتوقع رضوخ الشارع الإيراني مرة أخرى للقوة؟ عملية الانتفاض دائما تأخذ وقت حتى تكون الناس كافة على قناعة وعلى يقين أن ما تقوم به هو أمر طبيعي وأمر مقبول وأمر يجب أن يمارس، خاصة وأن موضوع الإعلام مؤثر جدا في موضوع أن هناك تدخل غربيا أو هناك عناصر مخابراتية أو أيدي عميلة أو شيء من هذا القبيل. الوضع الاقتصادي الآن يطال كافة الشرائح، وانتفاضة البازار الإيراني الذي اعتمد عليه الخميني في ثورته هو نفسه الآن الذي يغلق المحال ويتظاهر ويعبر عن غضبه عن الوضع الاقتصادي السيء الذي وصلت إليه البلاد. من الصعب جدا على تجار إيران وعلى عمال إيران أن يمارسوا حياتهم الطبيعية أمام ارتفاع المتواصل في سعر الدولار وهبوط العملة الإيرانية، مما يجعل الحياة صعبة وتأمين المواد الأولية والغذائية للشعب الإيراني أمرا شبه مستحيل. نعم. طيب، ارتفاع نبرة هذه التظاهرات أيضا بشكل علني منددة بالتدخل الإيراني في المنطقة خصوصا في سوريا، كيف تقرأه أستاذ حسان؟ وكيف سيؤثر في أذرع إيران في كل من العراق وسوريا ولبنان واليمن؟ من الطبيعي أن يلاحظ الشعب الإيراني أن هناك استنزافا ماليا بالغا للمال الإيراني والثروة الإيرانية وثروة الشعب الإيراني تستنزف في سوريا أمام هذه الحرب التي هي مستمرة منذ 8 سنوات بالتمويل الإيراني، وما أطال أمد الحرب إلا التمويل الإيراني. فالوضع الصعب الذي يعيشه الإيراني المواطن الإيراني اقتصاديا هو سبب مباشر للتدخل الإيراني في سوريا والإنفاق الهائل للمال الإيراني في تلك الحرب. الأدوات الإيرانية الموجودة في لبنان في العراق في سوريا بدأت تتأثر. في لبنان منذ أيام أعلن تنظيم المرابطون المؤيد لحزب الله ولإيران عن إغلاق مكاتبه نتيجة عجزه عن تسديد الرواتب وعن تراكم ديون بالغة عليه. كما بدأنا نرى بعض المجموعات التابعة لإيران تقلص من حركتها وتخفف من عدد عناصرها، كما تقوم بتقليص مدفوعاتها لعناصرها، وبعضهم له مستحقات. طيب، منذ أشهر. إذا تراجع الرئيس الإيراني حسن روحاني عن استقالته، في أي سياق يمكن أن نفهمه؟ روحاني يحاول أن يمارس عملية هدوء وصبر وأنه ممسك بالأمور وأنه قادر على معالجة الأزمة، وكلام ظريف منذ أيام، واضح أن استبدال روحاني بالمتشددين أمر لا يجدي نفعا. المشكلة الإيرانية الآن أن النظام الإيراني لا يستطيع أن يتراجع لأنه نظام ديني لا يرتكب الأخطاء ولا يعترف بأنه يرتكب أخطاء، وفي حال قام بتغيير النظام الآن تغيير روحاني الآن مما يعني الدخول في انتخابات رئاسية فتؤثر سلبا أكثر فأكثر على الداخل الإيراني، فتكشف مدى هشاشة أو قدرة
النظام الإيراني والمرشد الإيراني على الإمساك بالعملية الانتخابية من جديد وتحديد من هو الفائز ومن هو المهزوم. فروحاني الآن هو الورقة الأخيرة بيد خامنئي وعليه أن يحافظ عليها حتى آخر لحظة، وهذا هو ما هو قاله بالتحديد أنه سيمارس صلاحياته حتى آخر لحظة، ولكن يبدو أن الوضع سوف يتفاقم من أسيء إلى أسيء. من مدينة صيدا اللبنانية سيد حسان القطب مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات، شكرا جزيلا لك.